اندلعت معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الرئيس هادي المدعومة من التحالف في مدينة الحديدة غربي اليمن. ورغم ضراوة المعارك لم يستطع أي طرف تحقيق تقدم يذكر خلال 4 أسابيع من المعارك الطاحنة. في هذه الأثناء تستمر موجة النزوح من الحديدة، إذ أعلنت الأمم المتحدة في تقرير صادر عن مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن نزوح أكثر من 76 ألف أسرة يمنية بسبب القتال الدائري في المحافظة منذ يونيو حزيران الماضي. دوي الانفجارات لا يتوقف. هذا هو الحال في مدينة الحديدة غربي اليمن. الاشتباكات بين الحوثيين وقوات هادي المسنودة بالتحالف السعودي الإماراتي اندلعت قرب مصنع على طريق كيلو 7 شرقي المدينة والكورنيش، رافقتها غارات جوية مكثفة من طيران التحالف. قوات هادي أعلنت حشد تعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة الحديدة. أما الحوثيون من جهتهم فقد أعلنوا تفجيرهم لآليتين تابعتين لقوات هادي واستهدافهم لمواقع أخرى على الساحل الغربي بواسطة طائرات مسيرة عن بعد. معروف أن مدينة الحديدة نفسها وسكان الحديدة هم في المستوى الأدنى في الحياة، هذا متعارف عليه، والبلاد في خير وفي نعمة، فما بالك عندما تكون هناك حرب وتكون هناك مشاكل قائمة في ذات المحافظة. ناس بسطاء يعيشون على أدنى حد معيشي، وعندما كانت البلاد في الوضع الطبيعي، فما بالك عندما تكون هناك حرب وتكون هناك حصار. أغلب المحلات التجارية مغلقة بعد أن فر غالبية السكان حفاظا على حياتهم. الحرب تسببت أيضا في اختفاء المشتقات النفطية من أسواق صنعاء ومحافظات يمنية شمالية أخرى. ميناء الحديدة هو الشريان الوحيد لهذه المحافظات. يوما بعد آخر تزداد الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن ضراوة كضراوة المعارك والحصار بل أشد. الملايين من اليمنيين على شفا المجاعة، وما خفي من المعاناة الإنسانية أعظم. نبيل اليسفي، التلفزيون العربي، صنعاء. معنا من عمان اللواء فايز دويري الخبير العسكري والاستراتيجي. لواء دويري، يعني ماذا تختلف هذه الحملة الآن التي يعدها التحالف من محاور عدة عن بداية الحملة العسكرية على الحديدة قبل أن تستأنف يعني لفترة قصيرة افساحا للمجال كما يقول التحالف للحوار أو للمحادثات؟ يعني الاختلاف الجوهري والرئيسي أنه في المرة الأولى كان هناك تقدم سريع لم يقم بتأمين المناطق التي اجتازها، وما أقصده تحديدا أنه تقدم من الخوخة إلى زبيد إلى المطار دون تأمين هذه المنطقة والتي تزيد عن أكثر من 100 كيلومتر، وبالتالي بقيت جيوب مقاومة ومواقع لقوات الحوثي، وكانت معركة المطار، وكان الحديث عن معركة الحديدة، وتوقف الحديث وكان الحديث عن مفاوضات جنيف. الآن الوضع يختلف. تم تأمين، لا أقول المنطقة بالمطلق، تم تأمين الطريق الرئيسي بدرجة كبيرة جدا، تم السيطرة على بعض البلدات، والإعداد من حيث اللغة الرقمية، وهنا أقصد ما أقول اللغة الرقمية، مختلف. الإعداد استنادا إلى المعلومات القادمة من الحكومة اليمنية أو الشرعية تتحدث عن 19 لواء، 13 لواء عمالقة، يضاف لها ألوية حرس، يضاف إلى الألوية التي يقودها طارق، إضافة إلى قوات التحالف، تغيير قائد قوة الساحل. إذن اللغة الرقمية تقول أن المعركة، ماذا عن المواقع التي يتم استهدافها بالسلاح الجوي؟ يا سيدتي لو سمحتي فقط أكمل عبارتي. أقول اللغة الرقمية هنا خادعة، لأنه حقيقة لا يوجد 19 لواء. 19 لواء تعادل تقريبا 6 فرق، وهذا غير متاح وغير موجود. الآن القتال لم يصل إلى مدينة الحديدة كمدينة حديدة.
الحديث الآن عن الكيلو 16، عن الكيلو 10، عن الكيلو 7. تمام، ولكن بما أننا لسنا موجودين، يعني لست موجودة هناك ولا المشاهدين موجودين، ولكن نستفيد من خبرتك العسكرية لواء دويري. معلش يعني لو سمحت أريد أن أستفسر منك أكثر عن هذه المواقع التي نقرأ ونسمع أنها يتم استهدافها من قبل السلاح الجوي. ما أهمية هذه المواقع؟ هل فعلا ستضعف يعني الحوثيين بالإضافة إلى يعني المحاور التي أشرت إليها من يعني وتأمينها وأيضا قطع الطريق الرئيسي كما ذكرت وهو طريق الإمداد للحوثيين؟ يعني أولا عندما نتحدث عن أهداف منطقة الكيلو 16 نتحدث عن مجموعة من المعسكرات تسيطر على عقدة مواصلات تقود إلى تعز، تقود إلى الشمال وتقود إلى صنعاء. السيطرة عليها تعتبر تشكل نقطة ارتكاز قوية لمن يسيطر عليها، وبالتالي سيطرت عليها قوات الشرعية. الآن عندما نتحدث عن الكيلو 10 يعني أن هناك تقدم بمسافة 6 كيلومترات وبالتالي أصبحوا على مقربة. ثم الحديث الآن عن الكيلو 7 وبالتالي هناك تضييق خناق. هذه الأهداف تأتي على نفس الطريق ويوجد ما يطلق عليه دوار المطاحن، وبالتالي هو سيطر على الجيب الشرقي من مدينة الحديدة، والسيطرة عليه يفتح مجال للقوات المهاجمة إذا أرادت أن تقوم بتنفيذ عملية غير تقليدية تفتح لها مجال المناورة من الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية، وسواء سلكت من عند دوار المعارض باتجاه الميناء أو ذهبت باتجاه مدينة صالح وسبعة يوليو باتجاه الميناء. إذن أعتقد أن هناك إنجازات، لكن هناك بطء في تقدم العمليات، وهناك عدم وضوح رؤية في طبيعة المعركة المستقبلية والتي قد تكون تقليدية. وإذا ما كان ذلك أعتقد أن المخاف عسير. يعني إذن بهذا المعنى اللواء دويري، هل تعتقد أنها لن تكون معركة حاسمة وإنما هي أيضا جولة ثانية بعدها ربما نشهد يعني جلوس إلى الطاولة أو مشاورات التي يحاول جريفيس أن ينعشها؟ يعني استنادا إلى تصريحات صدرت تحديدا من قائد قوات الساحل العميد الإماراتي ومن خلال قائد الحراك الجنوبي العيدروس، تحدث كلاهما عن معركة غير تقليدية من محاور متعددة. إذا ما هذا التصريح ترجم إلى خطة عسكرية، نحن نتحدث عن معركة سريعة سيتم من خلالها تطويق الحديدة والسيطرة على الميناء وبالتالي إخراج الحوثيين من الحديدة، خاصة وأنهم بدأوا بنقل العناصر الإيرانية وعناصر حزب الله باتجاه صنعاء. إذا استندنا إلى تصريحات القائد الميداني وقائد الحراك الجنوبي، علينا أن نتوقع معركة غير تقليدية تكون الخسائر فيها قليلة وتجنيب المدنيين الدمار. لكن ماذا سيتم؟ هذا ما سيتضح خلال الأيام القادمة وليس الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك من عمان اللواء فايز دويري، خبير عسكري واستراتيجي. بعد الفاصل هون ببلش يقبل السؤال عود من جديد عن وجود حزب الله في سوريا. كمان بجواب سريع أنا أقول نحن باقون هناك حتى بعد التسوية في إدلب والهدوء في إدلب. نصر الله، حزب الله باق في سوريا.